مشاهدينا أهلا بكم إلى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية. البداية بالصحف المحلية ونطالع من صحيفة الشروق: تشييع شهداء الشرطة والحكومة، سنقتلع جذور الإرهاب. جنازة عسكرية لثمانية من شهداء الواجب، النيابة استهداف سيارة الضحايا بأكثر من 50 طلقة. نقابة الصحفيين تنعي شهداء الشرطة وتدعو للتوحد ضد الإرهاب. في السياق ذاته من صحيفة الوطن: بعد حادث حلوان، رئيس النواب يكلف الأمن القومي بتعديلات تشريعية لرعاية العاملين بالجهاز الأمني. المجلس ينعي ضحايا الإرهاب وحقوق الإنسان، تطالب بتطوير الأدوات لتنقية الداخلية التقنية للداخلية عفوا. ونطالع أيضا تعديلات قانون البنوك: الحبس 5 سنوات لتجار العملة، الدولار يفقد 20 قرشا، وعامر للوطن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء خلال أسبوع. من جريدة الأخبار نطالع: صدق صبحي لرجال القوات المسلحة، مواجهة الإرهاب لن تثنينا عن بناء الوطن، قمة مصرية فلسطينية في القاهرة اليوم، المبادرة الفرنسية ومنفذ رفح والتصعيد في غزة أهم الملفات، رئيس البرلمان يكلف لجنة الإعلام برأب الصدع بين الصحفيين والداخلية، إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان. إلى جريدة اليوم السابع نطالع منها: الحكومة تتسلم 1.2 مليون طن من القمح من الفلاحين. رئيس الوزراء يكلف المالية بتوفير 1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القمح، ووزير الزراعة نهدف لعدم تسرب أقماح مستوردة. قانون الوظيفة يعود إلى البرلمان، القوى العاملة تبدأ مناقشته وتنفيذ وتنتقد غياب تحديد جهات التطبيق. جريدة المصري اليوم جاءت أبرز عناوينها كالتالي: باريس تعرض على القاهرة المساهمة في الطاقة النووية، وإسماعيل الحكومة تدعم تواجد الشركات الفرنسية، ممنوعات الثانوية العامة، الصحف والمحمول والتدخين، خطر حظر ترك كراسة الإجابة خالية أو قراءة الأسئلة أو مغادرة اللجان، والوزارة تعلن الجداول. إلى مقالات الرأي، ولعل أبرزها مقال وائل السمري بجريدة اليوم السابع، دعا فيه إلى التوحد في ظل ما تشهده البلاد من موجات متتالية من الحوادث الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء، تحت عنوان: حادث حلوان خير مؤذن للوحدة الوطنية. قال: في هذه المعركة الدامية تتنحى الخلافات جانبا، وتبرز أهمية توحيد الصفوف من أجل الخلاص من مبوقات الإرهاب وأعوانه، ولا سبيل أمام الجميع إلا بصياغة اتفاق وطني يصون الكرامة الإنسانية للجميع ويدعم التآلف الشعبي ضد كل من يحاولون النيل من وطننا. فالتآلف هو الحصن الأول لمصر، وهو الداعم الرئيس لنهضتها المبتغاة. ولعل وقوع حادث حلوان الإرهابي في هذا التوقيت خير مؤذن لأهمية الوحدة المصرية ضد الإرهاب والإرهابيين. فدعونا نتلاقى في وطن يحترم الجميع ويظلل الجميع. نتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: الانتخابات المحلية في بيروت تتخطى الهواجس الأمنية وتعكرها نسبة الاقتراع المتدنية. تفاقم الكارثة الإنسانية في الفلوجة، المدينة تعاني من داعش ليلا وخناق الحكومة نهارا. السعودية تمول الإشراف الأممي على وقف إطلاق النار في اليمن. نرصد من صحيفة الحياة اللندنية: هدوء حذر في غزة بعد تثبيت الهدنة، والشيخ رائد صلاح يبدأ بتنفيذ حكم السجن. العراق تعلن الحرب على الطائفية وتدعو لتكفيف منابع الإرهاب. سلام والحريري ودربن يشاركون في عرس بيروت الانتخابي. نطالع من صحيفة السياسة الكويتية: مقتل 55 مسلحا في قصف مدفعي تركي شمال حلب. تعطل ثالث لجلسة مجلس الوزراء العراقي، ودعوة قضائية لرفع الحصانة عن نواب صدريين ساعدوا باقتحام البرلمان. التصعيد الحوثي يتواصل، ووفد الانقلابيين يرفض المشاركة في المفاوضات.
وجاءت أبرز عناوين صحيفة القدس العربي كالتالي: اليمن على صفيح ساخن، قتلى وجرحى في قصف متبادل في تعز بين القوات الحكومية والمسلحين، الهجمات تطل برأسها من جديد في القاهرة، هجوم إرهابي يقتل 8 من أفراد الشرطة بعد اكتظاظ السجون التونسية، دعوة إلى عقوبات بديلة. نتحول إلى مقالات الرأي. الأزمة الإنسانية الطاحنة في مدينة الفلوجة رصدتها الصحيفة وأكدت أن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة مع تدهور الأوضاع في المدينة المنكوبة ونقص الغذاء والدواء. وكتبت مقالا بعنوان الفلوجة تحتضر، قالت فيه: الشعب العراقي خاصة في مدينة الأنبار يعيش أكبر أزمة إنسانية لا تقل في فظاعتها عن مأساة الشعب السوري، وهذه الأزمة تجاوزت القدرات المحلية وبلغت منعطفا خطيرا بسبب الحرب على داعش والموقف الحكومي من مشكلة النازحين وغيرها. ولا شك أن المدينة العراقية قد دخلت دائرة المكلومين وأصبحت تعاني من ويلات الجوع والمرض والحصار، وعلى العالم أن يفيق من ثباته العميق ويغيث الفلوجة قبل أن تحتضر. انقلابيون بطبعهم، عنوان المقال، ونطالع تفاصيله من صحيفة البيان الإماراتية والتي أكدت أن الانقلابيين من الحوثيين وأنصار المخلوع خالفوا ما اتفقوا عليه على طاولة المفاوضات ليعيدوا المباحثات إلى نقطة البداية. وأضافت الصحيفة: الانقلابيون لا يريدون التفاوض ولا يريدون الخضوع للشرعية والقرارات الدولية، إنهم يريدون التصعيد واستمرار القتل والعنف لأنهم ملتزمون بأجندات خارجية من إيران. إلا أنه من المؤكد أن الشرعية سوف تعود حتما لليمن، وتفشل مساعي الحوثيين في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن السعيد. سوف يخرج الحوثيون من الساحة خالي الوفاض، فاليمن باقية والحوثيون إلى زوال. نتحول معكم إلى الصحف العالمية ونبدأ بأبرز عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. تحذيرات ترامب لرئيس مجلس النواب تضيف إشارات جديدة على التصدع داخل الحزب الجمهوري. الدور الأمريكي في أفغانستان يتحول للمهام القتالية مرة أخرى لكن مع خطأ مأساوي. طالبان تهاجم مجمعا للشرطة الأفغانية والقوات الأمريكية تفشل في منع الهجوم أو تقديم المشورة للشرطة. نقرأ أيضا من عناوين صحيفة واشنطن بوست: الحزب أو الحرب ضد داعش تواجه العقبات. بعد شهور من التقدم غير المتوقع، مسؤول أمريكي يكشف للصحيفة: الولايات المتحدة تضيف المئات من القوات الخاصة والقوات البحرية، والحرب لا يمكن كسبها بدون مستوى أكبر من التدخل الأمريكي. إلى الصحف البريطانية حيث نقرأ من الاندبندنت البريطانية: انتخابات الفلبين الرئاسية قد تتمخض عن ظهور ترامب جديد. رودريجو دوتيريت يتشابه مع ترامب في استخدام العبارات المروعة والتصريحات العنصرية، وكلاهما دخلاء على السياسة. كاميرون يستعين بذكريات الحرب في التاريخ البريطاني ليؤكد أن البقاء في الاتحاد الأوروبي يحرس السلام في القارة. نطالع أيضا من صحيفة لوموند الفرنسية: في موقف دفاعي، فرنسا تمارس التمييز ضد الأجانب. تقرير حقوقي يؤكد أن التمييز أصبح اعتياديا ويمس الحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة. البرلمان اليوناني يمرر إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد والضرائب. من صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقرأ أيضا: تملقا لليمين، نتنياهو يوبخ جنرال إسرائيلي بسبب تصريحاته عن الهولوكوست. خلال اجتماع مجلس الوزراء، نتنياهو يشن هجوما على وزير الدفاع موشي يعلون والجنرال يائير جولان بسبب إشارته إلى تشابه ما يحدث مع الفلسطينيين بفترة النازية. انفراد دونالد ترامب بساحة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لا زال المحور الطاغي على مقالات الصحف العالمية، ومنها مقال بصحيفة لوس أنجلوس تايمز نعى فيه الكاتب الحزب الجمهوري مؤكدا أن الحزب قد مات بعد ترشيح ترامب. في الوقت الراهن على الأقل أصبح الحزب الجمهوري في عداد الأموات بعد أن سقط قتيلا على يد ترامب. ترامب ليس إلا متاجر بالعنصرية وأهانة النساء ونظريات المؤامرة،
وهي ذات السياسات التي قادت إلى الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية. التاريخ الأمريكي لم يشهد أبدا مرشحا لحزب رئيسي لخوض سباق الرئاسة، وكان المرشح على هذا القدر من عدم الأهلية. إن خطر فوز ترامب وإن كان بعيد الاحتمال يمثل التهديد الأكبر للأمن القومي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. مشاهدينا، وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. مشاهدينا، كانت هذه جولة سريعة بين أبرز عناوين الصحف. شكرا لكم وإلى اللقاء.